السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنكمل الجزء السابع أظن من الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين فقط، فخليكم معنا. أهلا وسهلا. الزميل محسن إبراهيم أظن أنه من السودان بقول خليتني أشترك بالقناة غصبا عني، ما شاء الله على معلوماتك، جهد كبير صراحة، يعني إطراء كبير أنا لا أستحقه. سؤالي كالتالي: ممكن أثناء المقابلة عن طريق وكالة ما أنه أشترط على المشفى على سبيل المثال بأنه مثلا أعمل MSN أو DNP من في المستقبل على حسابهم، وهل هكذا شرط ممكن ومعقول؟ وقصده أنه هل بقدر أقول للمستشفى أنه أكمل دراستي على حسابكم، أو أصير نيرس سبيشاليست أو أصير نيرس براكتيشنير على حسابكم، او اكمل ماجستير او دكتوراه على حسابكم؟ اولا لازم توصل هناك وتشتغل، تاخذ لك سنه او سنتين خبره، حتى الجامعه مش راح تقبلك الا يكون معك سنه او سنتين خبره جوا امريكا. رقم اثنين، لازم تعجبهم وتشتغل بدم وضمير وتعمل كل المطلوب منك، وبعد هيك تقول لهم انا بفكر اكمل دراستي، شو رايكم تدعموني واظل معكم؟ فهم بحبوا انهم ما يظلوا يشتكوا من النقص في عدد الموظفين. المفروض انت تشتغل وتعجبهم، فهم راح يعرضوا عليك لحالهم. هل هذا شرط ممكن او معقول؟ هو شرط معقول جدا على فكرة. الشرط الاساسي انه يكون في شاغر، يعني انت حابب تتخصص في تخصص معين وهم مش محتاجينه، او المستشفى كله ما في هذا التخصص، ما راح تستفيد اشي. يعني انا مثلا حابب اتخصص في تمريض المسنين، بدي ادرس جرياتريك، انا اصلا بدي في مستشفى اطفال، ما راح يسمح لك او ما راح يتعهد انه يغطي لك تكاليف الدراسة. مثلا انا بشتغل في مستشفى صغير ما فيهوش اصلا قسم عمليات، اروح ادرس تمريض عمليات واقول لهم ليش ما تدفعوا لي؟ راح اقول لك ما هو القسم كله مش موجود عندي، شو بدي فيه؟ وشكرا جدا لكلامك الطيب. هو ايه ميزات الدايركت هايرنج وبين انك تكون مع الايجنسي؟ الفرق بينهم كبير. الدايركت هايرنج صعب او مستحيل انك تشتغل فيه اول ما توصل امريكا. لما تروح على مستشفى وتقول لهم انا بدي ارمي شركه التوظيف على جنب واتفق من راسي لراسكو، راح اقول لك طيب مين انت؟ عن طريق مين جاي؟ وين جنسيتك؟ وين تصريح العمل تبعك؟ وين الإقامة تبعك؟ مين السبونسر أو الكفيل تبعك؟ أنت كيف دخلت البلد؟ وين اشتغلت قبل هيك؟ عندك خبرة وين؟ مدام ما عندك خبرة جوا البلد، فما في إشي اسمه مستشفى يقبل فيك أصلا. بتروح على أمريكا، بينك وبين الشركة عقد سنتين أو ثلاث، بتخلصوا وبعدين بتفكر في النقطة هاي. هاي شغلة. شغلة ثانية، العقدين تقريبا نفس الفائدة، سواء رحت اتفقت مع المستشفى دايركت هاير او اتفقت مع شركة تشتغل عن طريق الشركة. ليش؟ ممكن الشركة تعطيك راتب اقل بواحد او اثنين دولار على الساعة، لكن ممكن يغطوا لك التأمين الصحي او جزء منه، او يقولوا لك احنا بنغطي لك ارخص شيء، وانت اذا حبيت تزيد منك انت زيد. ممكن يغطوا لك ضمان اجتماعي، صندوق ادخار، اي فائدة من هالفوائد. المستشفى راح يعطيك راتب اعلى، لكن في نفس الوقت راح اقول لك كل الارقام هاي عندك، دبر راسك فيها. احنا لا بندفع عنك ضرائب ولا انه دخل بضمان اجتماعي ولا بتامين صحه ولا باي شيء. فبتصفي هي تقريبا. الزميل درينكينج كوفي بقول لك اذا هم خليين الشروط تعجيزيه، امتحانات بالهبل حتى ينقبل بالكوميونتي كوليدج، واسعار الدراسه نار، خلي يسهلون القبول، يزيدون الرواتب حتى الطلاب يتشجعون يدرسون. شوف، في امريكا ما في شيء اسمه شجع الطلاب، لانه انا ما بدي ناس حيالله. انا لما اكون اتكلم عن شغل في مستشفى وشغل ناس تشتغل فيه ارواح ناس، فانا بدي ناس جايه تشتغل. بالعربي اذا ما كنت انت قاتل حالك تطلع ممرض، كليه التمريض ما راح تقبلك. ما في زي بلادنا العربيه انه والله انا بدي تخصص بحيث انه اول ما اتخرج الاقي شغل، فكل راح اقول لك ما فيش غير التمريض. هاي النظره المتخلفه مش موجوده عند الامريكان. انت بتروح على كلية التمريض في مقابلة وفي امتحان مستوى، راح يمتحنك في اللغة وفي الحياة وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي كتير شغلات، وفي النهاية مقابلة. تعال انت ليش بدك تدرس تمريض؟ لانه راتبه عالي، لانه مطلوب وفي نقص كثير وراح تلاقي شغل بسهولة، ولا لانه انت عندك ذرة انسانية وبتحب تساعد الناس وتخدمهم؟ في فرق. فما في اشي اسمه يسهلوا الامور عشان الناس تيجي، هم اصلا بدهم مش حدا يجي الا اللي بموت بدون هاي الشهاده. هاي نقطه. نقطه ثانيه، لو بدهم يسهلوا الامور في تخصص واحد، كل الدوله راح تصير تقول ايش معنى الممرضين، ما تخلوا المحامين والمهندسين وكل شيء يدرسوا ببلاش، وراح يفتحوا على حالهم باب عمره ما راح يتسكر.
عندهم قاعدة، الأمريكان اللي بده الشغلة بدور عليها، الدراسة ما راح تصير ببلاش لو كل أمريكا فيهم ممرض واحد بس. لازم تفهم إنه المعايير القاسية عندهم لحماية أرواح البشر، والمعايير هاي بتزيد كل 3 أو 4 سنين، وامتحاناتهم بتصير أصعب كل 3 أو 5 سنين. بس فهمني شو هي الشروط التعجيزية عشان الطالب يدخل الجامعة أو الكلية عندهم؟ هل الرسوم عالية؟ ما أنت كل اللي راح تدفعه بتطلع سنة زمن أول ما تتخرج. هل الدراسة صعبة؟ الدراسة مش صعبة. هل صعب انك تدخل جامعة او صعب انك تدبر رسوم الجامعة؟ انت في الجامعة مهما كان تخصصك دبر رسوم اول فصل، بعديها يا بتقدم على قرض الطالب وبتسده على 30 سنة، يا ما بتاخذ منحة تفوق وبتدرس ببلاش. فوين الصعوبة في الموضوع؟ انا مش مستوعب. زميل بيسأل: السلام عليكم ابو يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا ريت تكلمنا عن الكلتشرال شوك، يعني كيف راح نقدر نتأقلم مع بيئة الشغل، خصوصا التعامل باللغة الإنجليزية مع الأطباء والزملاء والمرضى، بحيث إنه لغتنا والأكسنت بتاعنا بعيد تماما عنهم. بالنسبة للكلتشرال شوك، هاي راح تصير معك لو رحت على أي بلد، حتى لو على بلد عربي، هاي ما في منها مفر. فبدك تكون حاطط في بالك قبل ما تطلع إنك راح تقابل ناس لغتهم غير لغتك، ديانتهم غير ديانتك، تفكيرهم غير تفكيرك، عاداتهم غير عاداتك. على الأقل بدك تكون مجهز حالك إنك ما تتفاجأ لما تشوف اختلاف بينك وبينهم. رقم 2، تقدر قبل ما تسافر إنك تعرف كل شيء عن البلد، تشوف فيديوهات على اليوتيوب، تقرأ مقالات على جوجل، تجيب المعلومة من أي مصدر بالدنيا، اسأل الذكاء الاصطناعي، فوت على شات جي بي تي وقول له كيف العيشة في أمريكا، كيف الدراسة في أمريكا، أسعار المعيشة في أمريكا، إيجارات البيوت في أمريكا، أسعار السيارات في أمريكا، مستوى الضرائب في أمريكا، وراح يجاوبك. مثلا هاي نقطة. نقطة ثانية بالنسبة للغة الإنجليزية، هي شغلة ممارسة. أول يوم راح تكون شبه مستحيلة، ثاني يوم راح تكون صعبة جدا، ثالث يوم راح تكون صعبة، رابع يوم راح تبلش شوي شوي تتعود. الناس اللي بيشتغلوا بالخليج خصوصا الإمارات وقطر فاهمين علي، لأنه 3 أرباع زملائهم ما بيحكوا عربي. فالواحد أول يوم، أسبوع، شهر بلاقيها صعبة، شوي شوي بصير يحكي إنجليزي أحسن منهم. بالنسبة لقصة الأكسنت بالذات، ما تقلق، لأنه الأمريكان نفسهم أصلا قبل 200 سنة كل واحد فيهم كان جاي من بلد، ولحد الآن في بقايا لهجة فرنسية من الناس اللي إجوا من فرنسا، إسبانية للناس اللي إجوا من المكسيك، برتغالية للناس اللي إجوا من البرازيل، وهكذا. فما حدا راح يدقق على الأكسنت تبعك حتى لو ضليت تحكي بنفس الأكسنت طول العمر. بينما بالنسبة لشغلة إنه كيف أتعلم إنجليزي أو كيف أتقوى باللغة الإنجليزية، في فيديو أنا مجهزه اليومين راح ينزل، استناه. أحمد صلاح بيقول: هل المستشفى هي اللي بتدفع إيجار السكن مثل إنجلترا؟ هذه بتختلف من شركة توظيف لشركة أخرى. في شركات بتقول لك ماليش دعوة، وفي شركات بتقول لك أنا بستأجر لك بيت مثلا أول شهر وشو ما يطلع أجاره يطلع. في شركات بتقول لك هي 3000 دولار أنا بعتبر نفسي هيك دفعت لك إيجار أول 3 شهور، وأنت حر تستأجر بيت إيجاره 1000، إيجاره 900، إيجاره 1100، لو بنقص عليك كمل من جيبتك. بعد ال3 شهور بتكون لقيت بيت واثثته وجهزت امورك على اقل من مهلك. فهذا بيختلف حسب الشركه، قبل ما تسجل معهم اسالهم عن هذا الشرط. سؤال بيقول: ما هي المجالات التي يعمل بها الممرض في امريكا، وهل يحق للممرض المتخصص صرف العلاج؟ سؤال جميل جدا. المجالات اللي بيشتغل فيها الممرض في امريكا هي نفس المجالات اللي بتشتغل فيها في اي بلد بالعالم، لكن في امريكا شوي بتكون الأدوار أكثر، المجالات أوسع بكثير، وطريقة التخصص مختلفة تماماً، تتطلب مهارات وشروط أصعب شوي. في أمريكا ممكن تشتغل في مستشفى، ممكن تشتغل في دار مسنين، في دار أيتام، ممكن تشتغل سكول نيرس في مدرسة، ممكن تشتغل في شركة تأمين، ممكن تشتغل ديستريكت نيرس أو كوميونيتي هيلث، يعني بتلف على البيوت بتعطي المرضى علاجات أو بتعطيهم هيلث اديوكيشن، او بتوزع عليهم المطاعيم في بعض الفترات زي فتره الكورونا مثلا. ممكن تشتغل ممرض سلامه مهنيه في المصانع، العامل اللي بنصاب بتعالجه وهكذا. ممكن تشتغل في امريكا بالذات في تخصصات عمرك ما سمعت فيها، ممكن تشتغل مع رواد الفضاء تقيس لهم الضغط والنبض قبل ما يطلعوا في الرحله وبعد ما يرجعوا من الرحله. ممكن تشتغل كامب نيرس، شغلتك بس طلاب المدارس اللي بيطلعوا مخيمات بتقضيها، هذا قرصته عقربه وهذا قرصته نحله واشياء زي هيك. ممكن تشتغل مثلا في تخصص بسموه نيرس اتورني، اللي هو بتدرس 2 تمريض وسنتين محاماة، بتصير محامي شغلتك بس الممرضين اللي بيرتفع عليهم قضايا تدافع عنهم. ممكن تشتغل نيرس ليجل كونسلتنت، انت باخذوك كمستشار قانوني في المحكمة
لما يصير قضية مرفوعة على مستشفى أو مرفوعة على ممرض، بتشوف ملف المريض، تسأل الممرض شو عملت، وأنت لأنه عندك خبرة بالتمريض ودارس ماجستير في القانون اللي هو قانون المسائل الطبية بس، تعرف هذا الحق عليه ولا لا، وتبلغ القاضي أحكم عليه أو طلعوا براءة. ففي كثير 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 مجالات، لكن بالأول لازم تصل أمريكا تأخذ سنة أو سنتين خبرة، وبعديها تأخذ سنتين أو ثلاث خبرة في القسم اللي بدك إياه، أو تكمل فيه ماجستير عشان تتخصص فيه. هل يحق للممرض المتخصص صرف العلاج؟ طبعا لما انت يصير معك ماجستير او دكتوراه وتصير نيرسينج براكتشنير، تقدر تفتح عياده، بصير زي كانك طبيب عام او طبيب اسره، وبتقدر تشوف الناس، تفحصهم وتعالجهم وتكتب لهم ادويه وتعمل اللي بدك اياه، على ما اظن ما عدا تكتب ادويه مخدرات اللي هي المورفين وما شابه. في النهايه كل الشكر كل الشكر كل الشكر للزملاء اللي بيبعتوا لي الاسئله اول باول، وكل الشكر والاحترام للناس اللي باركوا لي بالقبول في السفارة، وإن شاء الله عقبال عند الجميع. وبرضه برجع بقول لك اللي عنده سؤال يسأل، وإن شاء الله كل فترة بنعمل فيديو الرد على أسئلة المتابعين. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.